السلام عليكم. اليوم رانا في حي الأعمال بباب الزوار، وسوف نتكلم على التهيئة الخارجية حول يعني الحي هذا نتاع الأعمال، واللي لاحظت أنه فيه أشغال تاع تهيئة الطرقات، خاصة الطرقات هنا على الجانب اليمنى. عندنا الأشغال تاع الحديقة العمومية الكبيرة التي راهي الأشغال سارية يعني فيها، وسوف نتكلم عن التهيئة الخارجية اللي ما زالت ماعيش، يعني مازال ما انتهيناش منها. هنا راني رحت في طريق قديم، يعني طريق حول المركز التجاري المول، باش نشوف اذا كان فيه اشغال يعني بالقبل من محطة المترو. هنا على اليسار عندنا المحطة تاع المترو قيد الاشغال، وهنا كذلك عندنا على الجهة اليمنى الاشغال تاع كما قلنا تاع الحديقة العمومية اللي جاية مقابلة اذا المركز التجاري. المهم نشاهد الفيديو، وكي تكون ملاحظة راني ندخل للتوضيح. هنا نلاحظ انه في عملية تاع الانتهاء من اشغال تاع الرصيف هنا بالمغلف بالاسمنت المطبوع باللون الاحمر، لان هنا فيه التغليف هذا الترصيف نتاع الطريق تم في السنة الماضية. هنا نلاحظ كذلك انه عملية وضع الرصيف باللون الاحمر بالاسمنت المطبوع دائما. اذا فيه عملية نتاع تعبيد الطرقات في الحي هذا. يعني وبدأت تظهر الملامح النهائية، ملامح تاع الحي يعني الطرقات، وأكيد كثير من المشاريع مازال راهي قيد الأشغال، والبعض الآخر من المشاريع مازال ما انطلقتش. وعندما نحيو السياج تاع الورشات الموجودة حول المشاريع هذه سوف تتوسع
الحي هذا يتوسع، لأن كثير من المواشات حكمة الطريق وحكمة الأرصفة، فإذا فيه يعني نلاحظ أنه فيه تم وضع تعبئة الطريق مؤخرا، هذا في شهر أو شهرين داروا، لأن التعبئة هي يكون على 3 مراحل نتاع الطرقات، يعني اللي كوش هذوك ولا لاكوش فينال دارت يعني هذه من 2 شهرين. وهنا نلاحظ من جهة اليمنى إشغال تاع الحديقة العمومية، إن كل هذا الطريق هذا تم تعبيده مؤخرا، رغم أنه فيه يعني مشكلة تاع الفينيسيون ورفع الأتربة، مشكلة تاع رفع الأتربة على الطرقات المطروح في الجزائر. بعض الأجزاء من الرصيف هنا تعتبر قديمة، والبعض الآخر تم إنشاؤه في الأشهر يعني القليلة الماضية، أن المنطقة هذه تم ترصيفها في الأشهر القليلة الماضية، لكن دائما وأبدا مشكل الفينيسيون ومشكل رفع الأتربة، بقايا تاع الأشهر لا يعني بقية. وكذلك احنا عندنا ورشة، عندما الشاحنات تخرج من الورشة راهي تجيب معها تراب وتجيب معها قرابي، وبعض الشاحنات كي تكون محملة بالمواد البناء تتفرغ في الطريق، تفرغ في الطريق، تفرغ في الطريق، خرسانة طيح في الطريق. إذا يعني الوضع النهائي ما زال ما انتهيناش فيه، لكن الفهم هو أنه يعني 80-90% من الطرقات تم تعبيدها وترصيفها، وكما هنا الجهة المقابلة ما زالت الأشغال مش منتهية. هنا كذلك في عملية ترصيف الطريق و إذن هذا هو يعني مستوى الأشغال تاع التهيئة حول المشاريع العديدة الموجودة في حي الأعمال بباب الثوار. أترككم تتابعون هذا الفيديو حول التهيئة الخارجية في حي الأعمال، والسلام عليكم.